معانا النهاردة هسألك أسئلة عامة عن نفسك، وهطلع الموبايل وتكلم حد وتحطه سبيكر، حد قريب منك وهيجاوب ونشوف إجاباته مطابقة لإجاباتك أو لأ. ماشي تمام. ماشي، حط حد في دماغك هتكلمه. أكتر أكلة بتحبها وعادي لو هتاكلها كل يوم؟ كشري، كشري. تاكله كل كشري يوم؟ مصري، بحب الكشري المصري انا. تاكله كل يوم عادي. عادي. طيب لو عندك فرصة تختار لاعب عالمي ولاعب قديم تفطر معاه، ممكن تختار مين اللاعب لاعب العالمي؟ عالمي محمد صلاح طبعا، لاعب قديم اعتزل يعني كابتن حسام غالي. لو كنت ممثل كان ممكن تمثل دور ايه؟ شايف نفسك شخصيتك لايقة مع دور ايه؟ اكشن. اكشن. ممثل بقى بعينه، ممثل بعينه ابقى زيه يعني ولا افضل؟ تمثل مكانه. امثل مكانه. مين؟ محمد امام. محمد امام. لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه؟ كشري. كشري برضه. يعني كشري بحب مصري. الكشري، يعني يفتح كشري عشان انا اللي اكل الكشري. ايوه. ريال مدريد ولا برشلونه؟ لا ريال مدريد. طيب اول حد بتكلمه لما تكون مخنوق؟ بكلم مراتي. ده اول حد بيجي في بالك. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ لا انا مش كيف بتشن قوي يعني، بس انا بكسب بقى. مين بكسب؟ اخويا محمد واخو مراتي محمد صالح، دول بقى بهريهم بقى يعني. انا مالكش في بخسر البلاي ستيشن وبتكسبهم؟ وبكسبهم هم. ده هم بقى مالهمش خالص. لا بيلعبوا بس انا بكسبهم بقى يعني. لما بتكون عايز تفصل بتعمل ايه؟ اول حاجه بتلجأ لها وانت مخنوق؟ بحب اخرج انا ومراتي وابني. اتفضل يا كابتن. يو كارد. هتكلم دلوقتي حد قريب منك وتحطه سبيكر وتساله نفس الاسئله دي بالظبط. طيب ماشي، اكلم مراتي. ماشي يلا بينا. هتفعل سبيكر؟ ايوه طبعا. كده طبعا. بس خد بالك مش هتعرف السؤال اللي هو لو عندك فرصة تختار لاعب عالمي ده. هنسألها بقى ونشوف. طيب الو، ايه حضرتك؟ انت معايا الهوا، اسألك اسئلة كده انا جاوبت عليها وانت شوفي هتجاوبي تقولي ايه. ماشي. يلا اول سؤال، اكتر اكلة بتحبيها؟ لا، اكتر اكلة انت تحبها. اكتر اكلة انا بحبها ولو هاكلها كل يوم ايه هي؟ هتاكلها كل يوم؟ اه انت بتحب كذا حاجة. احنا لسه واكلينه امبارح. لا انت بتغشش يا كابتن. لا تغشش. انا اول ما قلت لك في حاجات كتير هتفضحني. هم حاجتين بس انت بتحب الكشري يعني. طب ايه الحاجة التانية؟ ورق عنب. ماشي. ورق عنب حلو. ورق عنب. بتعرف تعمل ورق عنب حلو. طب لو انا عندي فرصة اختار لعيب عالمي افطر معاه ولعيب مثلا من مصر افطر معاه برضه، مين اللعيب العالمي ومين اللعيب اللي من مصر؟ ماشي. طب محمد صلاح. حجازي. صح. محمد صلاح. صح. برافو. لعيب مصري بقى. لعيب في مصر هنا. مصر هنا. اعتزل. أكرم. اعتزل غير اكرم. اعتزل. ينسي والله ينسي. كابتن حسام غالي. طب لو كنت ممثل كنت هعمل دور ايه؟ لا دي صعبة دي اوي. ليه؟ اكيد اكشن مش رومانسي. طب ما صح اهو. طب ما برافو. يعني انا مش رومانسي يعني ولا ايه؟ خناقه في البيت. لا لا رومانسي بس في البيت، بس بره لا يعني. طيب ماشي. لو افتح محل افتح محل ايه؟ اقول يعني عادي ولا ايه؟ محل لسه محل اكل كشري. شفتي تاني كشري. طب انا بشجع ريال مدريد ولا برشلونه؟ ماشي. طب مين اول حد بكلمه اكون مخنوق؟ انا. ده ثقه عمياء في السؤال ده يعني بصراحه. طب انا بكسب مين في البلاي ستيشن بقى على طول؟ اي حد بيلعب معاك. لا مش اي حد. هي كده بقى ايه، زوجه اصيله. مين انت بتكسبني انا؟ ده انت وبتكسب اخواتك. ايوه يا محمد اخويا ومحمد اخوك. ماشي. لما اكون عايز افصل بعمل ايه؟ تفصل. تحب تقعد لوحدك. ايه ده انت جاوبتي عكسي خالص. ده هو جاوب اجابه منطقيه. واخد لا يوز. بس انت بتحب تقعد لوحدك. لما بكون مخنوق مش لما بكون عايز افصل، في فرق. خلاص انا غلطت. ماشي.
شكرا جدا. 10 من 10 10 من 10 او 9 من 10 ماشي تمام ماشي باي باي. لا بس شاطره شاطره. أيوة مش بقول صحاب. ايوه صحاب. لا نورتني يا كابتن وانبسطت جدا 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 بالحوار معاك, ويعني نورت البرنامج ونورت شاشه قناه الاهلي. تحب تقول ايه بقى؟ انا مبسوط جدا انا معاك وان انا على شاشه قناه الاهلي, وبقول كل الامه الاسلاميه كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم, وان شاء الله سنه خير وسعاده وربنا يفرح الجميع. مشاهدينا بكده تكون حلقتنا خلصت مع نجم الجونة كابتن محمود الجزار. أشوفكم في حلقات تانية جديدة مع نجم أهلاوي جديد.